لما نسمع كده ونقول على مصر بلد كبيرة وبلد عميقة، بلد مؤسسات، تفكرني كده برواية كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ، ورواية كانت عن الموظفين. ما تعرفش ليه الأديب الكبير وقتها شعر بأن الموظف في مصر موظف له قيمة كبيرة، ولأن مصر بلد لها مؤسسات ولها نظام منذ القدم، فرأى الأديب الكبير نجيب محفوظ بأن الرواية دي تعبر عن قطاع عريض من الشعب، إزاي بيترقى وحياته، وإزاي الموظف بيفضل طول الوقت يعني ملتصق بالوظيفة، وأحيانا ما بيستمتعش حتى بحياته الأسرية من أجل الدرجة وإنه يترقى، ولكن برضه عرض في نفس الرواية الناس اللي بتاخد العمل عمل وتعيش باقي حياتها. الرواية دي من الروايات يمكن اللي كان فيها تفاصيل كتير جدا للموظف المصري، ولقت استحسان أهل الدراما فتحولت بعد كده لمسلسل درامي، وأعتقد أنه كان كمان مسلسل ناجح شرح نفس هذه الفئات اللي موجودة. يقال عن مصر دولة الموظفين وبها جيش من الموظفين، ده مش عيب، بالعكس ده ميزة، معناها أن أنت عندك قطاع عريض، عندك مؤسسات، عندك دولة لها قوامة، عندك دولة لها أسس، وعندك أيضا نظام. وعلشان النظام يفضل ماشي في الدولة ويفضل الترقي ويفضل الموظفين يشعروا بالحماية ويشعروا بتحسين أوضاعهم، جاء الاجتماع اليوم وفي بداية السنة، ونحن لسه في بداية العام في شهر يناير، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم بتنفيذ مجموعة من الخطوات الرائعة بعد اجتماعه برئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من المسؤولين. استعراض كان مهم جدا، ومشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي، شيء مهم جدا، وأيضا أعتقد أنه لقى استحسان كبير جدا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجور الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة على ذلك أيضا زيادة الحافز الإضافي، حافز مهم جدا لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. كمان إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك تلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم، وأيضا ده موضوع مهم جدا. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليته إلى حوالي 3.1 مليار جنيه تخصيص، يعني ده مهم جدا هذا المبلغ. كمان مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، وده كان مهم قوي لأن كان دايما بيبقى فيه مشكلة بالذات لأعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في الجامعات الحكومية، فأعتقد ده شيء مهم جدا، وكذلك معاونيهم والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. كمان ضم تخصصات طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض إلى القرار السابق، وذلك برفع مكافأة أطباء الامتياز التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. الحقيقة قرارات مهمة جدا، وإشادات الحقيقة يعني كانت مهمة جدا، حتى الناس استقبلت هذه القرارات بأنها الحقيقة قرارات في صالح الموظف، وفيها كمان يعني حماية، فيها كمان تحسين للموظف، فيها كمان نظر إلى حال الموظف والمواطن، لأنه إحنا عارفين أنه عدد الموظفين في مصر كبير، وبالتالي أنت هتلاقي أن ده بينطبق مش بس على الموظف ولكن على أسر كل الموظفين وكل الهيئات وكل الأفراد والفئات اللي اتكلمنا عنه. طيب تعالوا بقى نروح لمنتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم اللي انتهى من أيام قليلة، الحقيقة شهد هذا المنتدى إشادات عالمية كثيرة جدا وإشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم،
وده شيء مهم جدا، لأنه طبعا لما بيكون في زعماء ومسؤولين وكانوا موجودين أو متابعين، هم كمان حسوا قد إيه مصر قدمت هذا التغيير الكبير. كم الشباب اللي كان موجود في شرم الشيخ، كم الأنشطة، كم الجلسات، كم الاقتراحات، كم الحوارات والتوصيات والآراء الحرة، ووجود كمان يعني شباب من مختلف العالم. حسيت كده وكأن العالم أتى إلى مصر في شبابه، ودي كانت حقيقة حاجة ملفتة جدا. خلينا نشوف كده الإشادات جت إزاي. فهنلاقي مثلا أنه أثنى جورج فيلا، وده طبعا يعني رئيس مالطا، على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية. وقال كمان من جانبه أيضا إيفان دويك ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كان شيء يعني غاية في الروعة، ورحب جدا بدعوة القادة من أجل العمل للدفاع عن الشباب. يعني خدوا بالكم برضو أنه يعني الرؤساء لما شافوا وتحمسوا، فحسوا أن هم كمان لهم دور أن هم يوجهوا العالم ويوجهوا باقي الدول بأنهم أيضا يهتموا بالشباب. نفس الشيء أيضا كان لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اللي بالتالي أيضا هو شاف أنه منتدى الشباب فرصة هائلة لتنفيذ الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنا وصحة. وأشاد أيضا رئيس رومانيا كلاوس يوهانس بمنتدى شباب العالم قائلا، قال بالضبط إن منتدى شباب العالم هو يعني بيقدم يعتبر عنصرا هاما في حركة الشباب العالمية، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة، مشاركة كجيل يعني فعال في كل المجتمعات. ومن جانبه أيضا أكد قاسم مجلو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة دائما مستدامة من أجل الاستمتاع، وأيضا من أجل تقديم كل الرؤى وكل الأفكار، وحتى ينخرط الشباب أيضا في السياسات وجعل عالمنا أفضل. دي إشادات كثيرة ومتنوعة، يعني يمكن قرأناها بصورة القراءة لأنها الحقيقة يمكن آراء مختلفة ومتنوعة. لكن كمان عايزة أقول لكم، مش بس رؤساء ورؤساء الحكومات، ولكن الشباب نفسهم. الشباب نفسهم أعتقد لما عادوا إلى مجتمعاتهم، عادوا إلى جامعاتهم، عادوا إلى أعمالهم، أكيد كان في كمان رد فعل كبير. كمان الصحافة العالمية غطت بشكل كبير، والصحافة العربية، منتدى شباب العالم بكل مدار في هذا المنتدى. فأنت تحس في النهاية بأنه مصر كانت على خريطة العالم، ولكن هذه المرة بالشباب، بالأفكار، ولما الشباب يتحدث يبقى كأنك بتتحدث عن مستقبلك أنت غدا. كلنا عارفين أنه مصر نسبة وعدد الشباب فيها كبير جدا، فبالتالي العالم ينظر إلى مصر بأنها بلد شابة. انت احيانا بتقيس، يعني تقول ايه البلد دي عجوز، يعني احيانا تسمع مثلا مصطلح عن اوروبا يقول لك ايه اوروبا القاره العجوز. ليه القاره العجوز؟ عشان نسبه الشباب اقل بالنسبه للاعمار الاكبر سنا. فبالتالي انت هنا عندك ميزه كبيره، يعني حركه الشباب والطاقه والقوه، وانك تدفعهم طول الوقت ويقدموا كل الاقتراحات وتعمل منتديات، سواء يعني مؤتمر الشباب اللي بيبقى موجود في مصر محليا، وايضا منتديات الشباب العالميه اللي بتخلي الشباب من العالم يرجع طول الوقت، مش بس بيفتكر مصر، لا ده بيضرب مصر دايما مثل في المكان اللي بيشتغل فيه، في الجامعه، اصدقائه، في المجتمع بتاعه. فبالتالي انت قدمت حركة عالمية مهمة. التاسعة ما زالت مستمرة معكم. لدي اليوم مجموعة من الفقرات المهمة اللي أتمنى أن أنتم تكونوا موجودين معنا، نتفاعل فيها ونقدم الرأي والرأي الآخر، ونسمع بعض ونتكلم، وأيضا قصص كثيرة. أرجوكم ابقوا معنا، فصل قصير. منتدى شباب العالم كلنا تابعنا، يمكن حتى يعني قبل بداية المنتدى بأيام كان فيه ورش، والورش الحقيقة كانت مهمة جدا، لأن كان فيها الشباب بيتناقشوا عن أشياء وموضوعات هامة. منها كان في ورشة خاصة بريادة الأعمال، والحقيقة فكرة ريادة الأعمال فكرة مهمة جدا، لأنه مش بالضرورة كل الشباب مثلا هيشتغلوا في شركات مثلا عالمية،
أو هيشتغلوا في مثلا مؤسسات حكومية، لكن دلوقتي فكر الشباب اتغير، فبقى في يعني أشياء مهمة جدا، في مشروعات صغيرة، في فكرة إنه شباب يعملوا شركات صغيرة، والحقيقة الدولة المصرية في الداخل بتشجع على هذا جدا، تهتم قوي بسوق العمل وتحفز الشباب محليا على انه يفكر في سوق العمل حتى قبل اختيار دراسته للكلية، علشان لما يدرس حاجة يقدر يلاقي سوق العمل المناسب ليه. وده كان موجود الحقيقة في منتدى شباب العالم كمان، لانه العالم متغير، العالم مش زي مصر، فبالتالي كانت المناقشة يعني عالمية، وكان فيها فكر بانه الشباب ازاي يكون عندهم ريادة اعمال، وازاي يقدروا ينفذوا مشروعات ممكن فعلا تفيدهم وتبقى شبه المشروعات في كل أنحاء العالم. الحقيقة توصيات منتدى شباب العالم للهجرة كمان أطلقت بقى بعدها مبادرة مهمة جدا، وإحنا عارفين أنه الحقيقة يعني الوزيرة وزيرة يعني الوزيرة بتاعتنا نبيلة مكرم، وهي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، دائما نشيطة ودائما تبحث عن كل ما يفيد سواء مصر أو الشباب. فأطلقوا مبادرة مهمة جدا، شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. احنا عارفين انه كان في عدد كبير جدا من افريقيا باعتبار مصر دولة افريقية، فكان في عدد من الأفارقة كمان موجودين في مصر، وافريقيا الحقيقة سوق هايل جدا للاستثمار. اعلنت كمان السفيرة نبيلة مكرم الحقيقة زي ما قلت طبعا بانها عن اطلاق مبادرة شباب رواد الاعمال للمصريين بالخارج والأفارقة، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات مشتركة كمان مع الشباب الأفارقة لدعم الشباب من رواد الأعمال سواء في مصر أو أفريقيا، علشان كمان تصبح كمان ده أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. نشاط دايما وفي دأب دايما. خلينا ناخد هذه المداخلة مع سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني معالي السفيرة، الحقيقة أنا دايما ببقى سعيدة بكل مبادراتك وعملك الدؤوب طول الوقت، كلمينا عن هذه المبادرة. أشكرك يا أستاذة شفقي. الحقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرتي موضوع ريادة الأعمال، إحنا عندنا الكثير من شباب المصريين في الخارج الحقيقة ابتكروا وتم تسليط الضوء حتى عليهم من خلال الشركات والمشروعات الصغيرة اللي بيعملوها في الخارج، واللي بتبقى لينا الحقيقة مصدر فخر، وكان آخرهم مصطفى أنديل في دبي لما أسس شركة سويفل، والحقيقة الشيخ محمد حاكم دبي يعني كرموا التكريم اللائق، ونزل مصطفى وأيضا تشرف بمقابلة دولة رئيس الوزراء. الحقيقة أنه طبعا طبقا لتوصيات المنتدى وسيادة الرئيس، الحقيقة كان من ضمن هذه التوصيات اللي أعلنها في ختام منتدى شباب العالم ضرورة الانفتاح في القارة الأفريقية، خاصة في المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص، تماشيا برضو مع يعني اتجاهات الدولة المصرية. لما خلصت مؤتمر الشباب، طبعا كان عندي لقاء على هامش هذا المنتدى مع شباب المصريين المشاركين داخل المنتدى، وكلمنا على فكرة انه وزارة الهجرة اشتغلت مع شباب المصريين في الخارج الجيل الثاني والثالث، شباب الدارسين، انما في شريحة كده لسه لم يتم التعامل معها، وهي شريحة رواد الأعمال من الشباب في الخارج. وبعدها بعد انتهاء المنتدى كنت أيضا في لقاء مع مجموعة من الشباب الأفارقة من رواد الأعمال اللي نزلوا مصر مع خبيرة مصرية من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلمنا إزاي إن إحنا ندمج شباب الأفارقة من رواد الأعمال اللي قابلتهم الحقيقة في هذا اللقاء من زامبيا ومن رواندا ومن غانا ومن إثيوبيا مع رواد أعمال من المصريين في الخارج، الحقيقة تبادل خبرات، مزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة. زي ما حضرتك ذكرتي فكر الشباب الجديدة ده إن شاء الله هيخلينا نفتح على أفاق جديدة في التعاون ما بين شباب المصريين في الخارج وأيضا الشباب الأفريقي.
ده شيء جميل الحقيقة جدا، وأنا الحقيقة يعني يمكن هذه المتابعة السريعة جدا من حضرتك ليه والمبادرة السريعة. طيب يعني عايزين نعرف منك الخطوات الأولى هتبقى عاملة إزاي، يعني إيه اللي هيتم، هل في خطوات هيتم التنسيق فيها يعني الشباب الأفارقة، وخصوصا أن أفريقيا هي يعني قارة مليئة بالاستثمارات، وبرضو في بيننا وبينها يعني كثير من الظروف اللي ممكن تكون فيها تنسيق سريع، هل في خطوات هتبدأ يعني قريبا جدا؟ احنا بدأنا الحقيقة النهاردة يا أستاذة شفقي بإعلان هذه المبادرة، وبوضع كمان استمارة تسجيل بأسئلة معينة للرواد الأعمال من المصريين في الخارج عشان يبتدوا يسجلوا بياناتهم، وأيضا يسجلوا إذا كان مشروعاتهم الصغيرة أو ابتكاراتهم في الخارج وأعمالهم بالتأكيد. ومن خلال المجموعة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي أنا قابلتها، مجموعة الحقيقة يعني مبشرة جدا من الشباب الأفريقي اللي كان هنا بيزور مصر، وكنا قعدنا أو نظمنا زيارات لشركات قطاع خاص وأيضا حكومة، قدروا ان هم يقابلوا المسؤولين فيها. الحقيقه لما كلمت معاهم وكنت عايزه اعرف نتائج هذه الزياره اللي نظمناها لهم، بالتاكيد كنت فخوره بالانطباعات الايجابيه اللي من رواد الاعمال الافارقه كلموا عليها. وعلشان كده قلنا انه بعد تسجيل المصريين في الخارج هنبتدي هم كل واحد في دولته هيقدر يعرفني على رواد الاعمال، ومن خلال كمان الصناعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة والمشروعات اللي بيعملوها نقدر ان احنا نجيب اقرانهم من المصريين في الخارج، او حتى اقرانهم من مصر نفسها يعني داخل طبعا مصر طبعا. ونقدر طبعا كمان ان احنا نفتح هذا الباب من التعاون، بالتاكيد انه هبتدي زيارات ايضا في القاره الافريقيه لدولهم، لانه كان موجود ممثلي عند رواندا زي ما قلت لحضرتك، زامبيا، نيجيريا، غانا، والحقيقه كلهم رحبوا ان انا اجي هذه الزياره عشان نبتدي ان احنا نشوف من كل دوله الصناعات او المشروعات الصغيرة اللي هؤلاء الشباب من رواد الأعمال الأفارقة عملوها، ونجيب اللي مثلها سواء من المصريين في الخارج أو حتى من اللي عايز يشارك. وكان على فكرة موجود من رواد الأعمال المصريين في هذا اللقاء اللي اجتمعت بيها ومع الأفارقة. أعتقد أنه هيبقى مجهود رائع جدا، لأنه كمان يعني إحنا عندنا مشروعات صغيرة كثيرة جدا الشباب بيقدموها. يعني أنا يمكن بالأمس امبارح في التاسعة ففي يعني رائدة أعمال من أسوان بتعمل مثلا شنط وحقائب من جريد النخل، فتخيلي يعني هي موجودة في أسوان، وده ممكن يكون موجود حاجات شبيهة في أفريقيا. فلو تم تعاون ما بين مثال زي ده ومثال في أفريقيا أو خارج مصر، أعتقد ممكن تبقى فيه مشروعات صغيرة ويبقى فيها شكل الدولية أو العالمية، والشباب يستفيدوا ويبقى فيه تبادل رائع جدا. الحقيقة هو ده المقصود يا أستاذة شفقي، أنه المشروعات الصغيرة اللي السيدات كمان بتعملها، وطالما حضرتك ذكرتي أسوان أنا تشرفت أن أنا أكون موجودة مع فخامة الرئيس في زيارته الأخيرة لأسوان والافتتاحات الحقيقة في صعيد مصر، وحرص الرئيس أنه هو الحقيقة يقابل السيدات القائمات على مشروعات صغيرة اللي حضرتك ذكرتيها، الشنط من حقائب جريد النخل، والحقيقة يعني حاجات جميلة من منتجات شفناها. لا وتخيلي حضرتك لما جريد النخل يتكتب عليه جريد النخل المصري، يعني ده برضو بيديله زي ما بنشوف مثلا القطن المصري بيبقى موجود بره او الحاجات المصريه موجوده بره، فاعتقد ده برضو بيدي كده قيمه كبيره جدا لمصر حتى ولو كانت صناعات صغيره او مشاريع صغيره. أو تحديدا زي ما حضرتك ذكرتي الشنط كانت فيه موجودة يعني شابة من نيجيريا كانت برضو جايبة نماذج من الشنط اللي هي عاملاها في طبعا نيجيريا، وأنا اتكلمت معاها إن إحنا عندنا كمان من السيدات، وأكيد حضرتك شفتي معرض تراثنا ومعرض طبعا حاجة رائعة، كان عندنا الكثير من المنتجات وكانت بتتم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس. فبالتأكيد أنه لما كمان نبتدي نشتغل مع رواد الأعمال من الأفارقة في هذه المشروعات نقدر ان احنا بالتاكيد نفتح افاق للانفتاح على القاره الافريقيه من شباب المصريين في الخارج ومن شباب رواد الاعمال ايضا من الافارقه.
أكيد كل التوفيق إن شاء الله، ونتابع مع حضرتك دايما كل هذا النشاط والتوفيق، ونبقى متابعين كل الأعمال بإذن الله. السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا زي ما أنتم شايفين الحقيقة مبادرات كثيرة جدا، وهي دي أهمية أي مؤتمر أو أي منتدى، يعني لأن المنتديات الآن وخصوصا أنا ببقى شايفة لما يكون السيد الرئيس الحقيقة حاضر، ما بيبقاش مجرد توصيات ورقية أو توصيات وملاحظات وخلاص وننتظر مثلا المنتدى الذي يليه، ولكن هي توصيات تنفذ على الأرض. فيعني يعني لو تابعنا منتدى شباب العالم شفنا أنه حاجات كثيرة جدا يعني تم إطلاقها في منتديات سابقة، وفي أيضا منتدى شباب العالم، منتدى الشباب في مصر، وتم تنفيذها بالفعل في منتدى شباب العالم لنسخته الرابعة. شفنا توصيات الحقيقة تم تنفيذها طول الوقت، وهو ده اللي مفروض دايما نلمسه ونشوفه سريعا. طيب تعالوا بقى نروح كده أيضا نشوف كده خبر لطيف. أنا دايما ببقى سعيدة جدا لما بحس إنه الدولة بتتحرك، وإنه في حاجات كتير بننفذها على الأرض، وفي حاجات كتير بنقدر نساعد بيها يعني أهلنا وناسنا وأولادنا. تم اليوم تعيين الدكتورة إيمان كريم مشرفا عاما على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. والحقيقة دكتورة إيمان هي يعني مشرفة جدا ونشيطة وكلها طاقة إيجابية وكلها أمال وأحلام إنها تقدر تقدم خدمات وتساعد طول الوقت. بالأمس أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أصدر قرار بتكليف دكتورة إيمان كريم الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. الحقيقة أنا سعيدة جدا. كمان دكتورة إيمان يمكن يعني كان لها يعني محبوبة جدا حتى على المستوى الاجتماعي، فهي أيضا فازت في انتخابات نادي الصيد، ويعني فازت الحقيقة يعني رقم مشرف جدا. خلينا نكلم دكتورة إيمان كريم المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر زوم. مساء الخير دكتورة إيمان. مساء الخير أستاذة شفي، أنا سعيدة جدا أكون معاكم النهاردة. أنا كمان سعيدة بيكي جدا، وكنت الحقيقة متابعة دايما نشاطاتك، وسعيدة قوي بالنجاحات اللي أنت بتقدميها، وسعيدة بأنه حتى المجتمع المدني يعني الجميع بيدعمك طول الوقت. كلميني عن هذا التعيين. الحقيقة أنا شرفت بتعييني وتكليفي بهذه المسؤولية الكبيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وده من خلال تعييني وتكليفي بالإشراف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ده الحقيقة دور كبير جدا في ظل طبعا اهتمام الدولة الكبير والقيادة السياسية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات مهمة كبيرة، وهي حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعي الحقيقي. والحقوق دي الحقيقة أقرها بشهور، وأقرها القانون الأخير اللي هو قانون 10 سنة 2018. والتوعية بهذا القانون وضمان ممارسة كل الحقوق في كل المجالات، ده دور المهمة أو المهم ده في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا مش عايزة أستفيد، ولكن يعني دي أحد الأدوار. طب دكتورة إيمان احنا هنستأذنك علشان برضو يبقى الصوت أكثر وضوحا، احنا يعني هنعود الاتصال بيكي، وهيكون هاتفيا علشان أيضا يعني نستمع ليكي ويبقى في تفاعل بيننا وبينك ونسمعك بشكل أفضل. طيب هنعود الاتصال اكيد بدكتوره ايمان. انا سعيده ليه؟ لانه دكتوره ايمان هتقدر بالفعل يعني تضيف يعني في هذا التكليف. خلينا ناخد بقى دكتوره ايمان عبر التليفون. يعني اتفضلي كملي بقيه كلامك. يعني كنا بنسالك يعني عن هذا التعيين وهذا التكليف. انا عايزه اسالك دكتوره ايمان، ايه اول حاجه نفسك تنفذيها او نفسك تطرحيها وتتبنيها؟
الحقيقه يعني احنا محتاجين في بعض الامور اللي احنا ممكن نعمل على عليها في الفتره القادمه، وهي مواجهه التحديات اللي بتواجه الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام. يعني احد التحديات دي اللي هو استخراج بطاقه الخدمات المتكامله، وهي طبعا احد انجازات القانون الاخير. في بعض الامور اللي هي بتعوض ده من خلال الموقع، محتاجين نتواصل اكثر مع الجهات المعنيه في وزاره الاتصالات. في مشكله ثانيه هي تعدد الكشوف الطبيه، يعني اجي اعمل بطاقه لازم اعمل كشف، لو عايز اعمل معاش اعمل كشف ثاني، لو عايز اعمل ترخيص سياره اعمل كشف ثالث. فطبعا دي بعض الامور بسبب يعني عايزه تعملي تقليل الخدمات تبقى في جهه واحده، يعني بالظبط كده بالظبط كده. يعني دي كمان انا بحاول احمي الاشخاص ذوي الاعاقه من اي مشاكل صحيه، فبالتالي انا ممكن اقدم له الخدمه الكشف الطبي في المنزل، كما حدث مثلا في خدمة بطاقة الرقم القومي، أو طبعا التفضل من الدولة إنها بتبعت وزارة الصحة لتلقي اللقاح مثلا. يعني فده أحد التحديات. برضو في بعض المواصلات ممكن تكون غير متاحة، عايزين نعمل فيها صحة أكتر. في بعض المواصلات ممكن تكون ما بتمنحش التقييد المناسب لذوي الاعاقه او المرافق، يعني الحقيقه برضو ده من احد التحديات. طبعا احنا عاوزين زي المواصلات اللي بره، لما واعتقد انه لان مصر كمان الحقيقه لسه الرئيس عنده يعني قدم تكليف اعتقد بالامس بانه يعني النقل الجماعي بانه يكون في السرعه من الانتهاء بيه، اعتقد انه هيكون في مواصفات مهمه جدا زي الاتوبيس انه ينزل شويه فيقدر لو حد مثلا بكرسي او كده يطلع بسرعه وده يساعد كمان. الحقيقة في بعض المحطات ما فيهاش الأسانسير، فده برضو محتاجين نشتغل عليه مع وزارة الاتصالات. احنا الدور بتاعنا هو التوعية بالحقوق ومتابعة التنفيذ وتطبيق الحقوق دي على أرض الواقع. أكيد. يعني بنشوف إن ده دور مهم جدا، نحب إن احنا في الفترة القادمة من خلال الشكاوى والمقترحات اللي بتجينا عن طريق اشخاص ذوي الاعاقه نقدر ان احنا نبلغ بها الجهات المعنيه لاي انتهاكات او اي تقصير في تطبيق القانون. يعني اكيد دكتوره ايمان انا سعيده بيكي ومتاكده انك هتتابعي سواء يعني طرح اشياء جديده او انه تنفيذ القانون او انه يبقى فيه خدمات يعني اكثر يعني سهوله في التنفيذ. بشكرك جدا دكتوره ايمان كريم المشرفه على مجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. شيء جميل جدا، هي نفسها دكتوره ايمان الحقيقه يعني اعتقد هي خير من يمثل هذا المجلس، واعتقد انها هتضيف كثيرا، وهيبقى فيه كمان ثقه وتفاعل ما بينها وما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن شاء الله تقدر تقدم لهم حاجة كويسة. عايزة أروح لحاجة مهمة عملت يعني شوية كده الناس بتتكلم فيها كتير. أنتوا عارفين الذهب في مصر أو يعني الذهب بشكل عام للأسرة المصرية اللي هو يقول لك دايما عليه إيه؟ زينة وخزينة. يعني زينة بأنه يعني تتزين به المرأة بشكل جميل، وفي نفس الوقت هو خزينة. وفي عائلات تقول لك هو في حد ذاته مشروع، يعني انا ابقى جايبه شويه ذهب عندي علشان لو حصل حاجه بيقدروا ان هم يعني يبيعوا الذهب ويكملوا حياتهم. من يعني كام يوم كده سمعنا بانه في دمغه جديده للذهب بالليزر، ومش هتبقى زي الدمغه التقليديه اللي كنا بنشوفها وكلنا عارفين بيكون عندك اي قطعه ذهب بتقعد تشوف الدمغه، ولكن بالليزر ربما ده هيكون اكثر وضوحا وهتبقى معروفه في كل الاماكن. هو مشروع
وليه تفاصيل وليه خطوات، وطبعا يعني اثره يا ترى ايه على سوق الذهب؟ يعني ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هل اللي هيبقى مدموغ بالليزر ده هيبقى هو الاكثر مثلا مبيعا، او انا اروح ابيعه مثلا اسرع، ولا هتبقى هي هي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ العشر سنوات الاخيره كان فيها مطالبات طول الوقت في موضوع دمغة الذهب المعمول، وده برضو بيدي شوية أمان، يعني أن أنت تبقى عندك دمغة، رغم أن الدمغة القديمة برضو كانت يعني آمنة، وكانوا السياغ وكل من يعملون في مجال الذهب عارفينها، ولكن يبدو أنها بالليزر برضو هي خطوة يعني أكثر فيها تقنية وفيها تكنولوجيا أكثر. دمغة الليزر في الأسواق كمان العالمية معروفة طول الوقت، وده طبعا هيخلي ان انت تقدر تتبادل الاشياء كمان عالميا، انت عندك نفس الدمغه اللي ممكن تبقى موجوده. لكن تعامل السوق بقى المحلي هيبقى عامل ازاي، والناس هتفكر ازاي، وايه اللي هيحصل بالظبط، ده اللي احنا عايزين نعرفه عشان كمان نطمن الناس. انتوا عارفين لما بتحصل حاجه جديده طبيعي بقى ناس بتقول نفس الكلام وناس تقول كلام تاني. خلينا نطمن الناس. معانا رئيس شعبه الذهب بغرفه القاهره التجاريه الاستاذ هاني ميلاد. مساء الخير استاذ هاني. مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. طيب طمنا الاول، يعني علشان يعني انا عايزه الناس تطمن من الاول. انت عارف السيدات بتوعنا دايما احنا بنحب الذهب زينه وخزينه، فانا دلوقتي الناس عايزه تطمن، اللي عنده مشغولات ذهبيه مدموغه بالطريقه القديمه او التقليديه، هي نفسها هتبقى بنفس قيمه الذهب اللي هيبقى مدموغ الدمغه الليزر؟ بكل تأكيد هو دي تقنية حديثة تتبعها وزارة التموين بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين، فإنها تطور من أداء مصلحة الدمغة في توقيع الدمغات على المجهولات الذهبية. الطريقة التقليدية كانت عبارة عن أقلام من الصلب بتعتمد على الطرق على المعدن بحيث توقع الدمغة عليه. ودي طريقة متعارف عليها وقديمة من قديم الأزل، لأن احنا عندنا مصلحة الدمغة والموازين بقالها فوق 50-60 سنة. طبعا النهاردة طبعا بجهود من معالي الوزير الدكتور علي مصلحي وقيادات مصلحة الدمغة بيوجدوا آلية جديدة لطريقة الدمغ باستخدام تقنية تكنولوجية وهي الليزر، وده اللي اعلنه مع الوزير في المؤتمر الصحفي اللي كان موجود في الوزاره يوم السبت اللي فات. وبرضه اعلن عن حاجه ثانيه، وجود تعاون ما بين الوزاره وما بين شعبه الذهب اللي بتعمل معرض للمجهولات الذهبيه في 19 من فبراير القادم، وده حدث برضه كبير جدا بيوري قد ايه صناعه المجهولات الذهبيه تطورت في مصر، وازاي انها ممكن تنافس وتبقى على مستوى عالمي. طيب يعني استاذ هاني، هل الدمغه بالليزر دي هتعطي بقى للذهب يعني سرعه تبادل اكثر عالميا، يعني وهتبقى في، مش عايزه اقول مصداقيه لانه كمان الدمغه القديمه لها نفس المصداقيه، ولكن هتديله بقى صبغه العالميه في انه يتباع بقى اكثر سهوله في العالم، حتى يعني اللي واخد بالليزر ده يقدر في اي حته يبيعه في اي حته في العالم، هتبقى هي نفس الدمغات العالمية. هو كل الدمغات برضو معترف بها عالميا، عشان برضو نبقى احنا مطمئنين والسادة المستمعين كلهم مطمئنين. حتى الدمغة القديمة معتمدة دوليا في كل حتة في العالم، وخصوصا الدول العربية، لان احنا من اوائل الدول اللي اوجدت آلية الدمغ من خلال مصلحة حكومية، والدول العربية الأخرى أخذت مننا هذا التكنولوجي يعني أو هذا الفكر. الميزة في التقنية الجديدة إن هي ما بتضعفش المشغول أو بتوجد فيه علامة قوية جدا، ممكن لو المشغول ده منفوخ أو ضعيف ممكن تأثر فيه وبتعمله شبه ديفو صغير. التكنولوجيا الجديدة بالليزر هي بتبقى مجرد كيو ار كود موجود على المشغول ما بيأثرش فيه، وده بالنسبه يساعد ان احنا نصدر المشغول المصري دوت
للخارج دون أي تعثر أو دون يبقى فيه أي شيء ممكن يقلق المستهلك الأجنبي، لأنه دي مش فاهمها، لأن دي دمعة. يعني هيكون التكنولوجيا دي فيها من المعلومات ومن التقنية بحيث بتكون صعبة التقليد أو بتبقى ليها سكيور عالي جدا بمواصفات قياسية مع معلوماتية داخل الكيو آر كود ده. يعني هيكون أكثر جمالا وأكثر وأيضا نفس الدقة. طيب سؤال تاني أيضا، سؤال تاني أستاذ هاني، عشان برضو الأسئلة دي دايما بتبقى في دماغ الناس بيحبوا يسألوها. دلوقتي أنا عندي مجموعة من المشغولات الذهبية، لو أنا رحت سوق الذهب يعني بعد ما يتم الدمغة الجديدة بالليزر، هل هيبقى في التجار يعني هيقول مثلا يعني هيجي يقول ايه لا والله ده مدموغ بالليزر ممكن يبقى اغلى، لا اصل دي دمغه قديمه، ولا هيبقى في رقابه على الاسواق عشان ما حدش، انت عارف في ناس تحب تستغل اي حاجه يعني. بصي حضرتك، هي في رسوم دي موجوده في قانون الدمغ، رسوم الدمغ دي اعتقد انها هي واحده لرسوم، سواء الدمغ كان بالطريقه التقليديه او كان بالليزر. هو احنا بنحدث التقنيه ملهاش أي علاقة لا بتاع ولا ببيع ولا بشراء ولا دندم تقني، يعني بنستحدثه عشان ناخد منه مميزات، ولكن الذهب ذهب، القيمة فيه مازالت ثابتة، هي لا تتأثر ولا تتغير بتوقيع الدمغ. أكيد حضرتك وضحت وأوجزت فعلا الذهب بقيمته، هي مجرد تقنية حديثة علشان ننتقل أيضا بشكل بصناعة الذهب ويبقى أكثر دقة وأكثر جمالا. الأستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. تعالوا برضو نتكلم، لأنه زي ما قال الأستاذ هاني بأنه كمان ده يعني مصلحة دمغة الذهب مع وزارة التموين، فخلينا ناخد سيادة اللواء عبد الله منتصر وهو مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني برضو حضرتك وضح لنا بالنسبة للدمغة الجديدة بالليزر ويعني التعاون بقى اللي موجود بين يعني وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين. طبعا حضرتك انا احب اعرف بس بالدمغة الجديدة اللي هو الدمغ والتوقيت بالليزر على المشغولات الذهبية، هو عبارة عن كل قطعة يتعمل لها زي شهادة ميلاد، ده عبارة عن كود لا يتكرر مدى الحياة. أيوة حلوة شهادة ميلاد دي فعلا. هي شهادة ميلاد فيها كل بيانات القطعة، عبارة عن وزنها، نوع الشركة اللي أنتجتها، عيارها، وأحيانا صورتها، وطبعا وتاريخ دمغتها ومين اللي قام بالدمغ. فدي تعتبر شهادة ميلاد للقطعة، ما لا تتغير، يعني رقم لا يتغير لا يتكرر مدى الحياة، وده بيبقى محفوظ في عباره عن داتا سنتر. البيانات دي بنرجع لها يعني مدى في اي وقت نحب نرجع لها نتحقق منها، ويقدر اي مستهلك يقدر يتحقق من ان القطعه اللي عنده عباره عن الدمغه حكوميه سليمه ولا لا، من خلال المسح الضوئي اللي على الموبايل ابلكيشن ان شاء الله اللي هيتم تنفيذه بعد تنفيذ مرحله الدمغ والتوقيت بالليزر. طب يعني امتى هتبدا بقى؟ يعني هل مثلا كل المشغولات اللي هتبدا يتم اصدارها او تبقى هتبقى موجوده في الصاغه او في اماكن بيع المشغولات الذهبيه هيبقى عليها الدمغه؟ امتى هتظهر هذه الدمغه؟ يعني هتبقى موجوده امتى في الاسواق؟ احنا الحمد لله من حوالي سنه ونص تم الطرح المناقصه على تنفيذ هذه المنظومه. تمام. والحمد لله تم التوسيع على احد الشركات، واحنا الان في مرحله التنفيذ التجريبي للدمغ والتوقيت بالليزر على المشغولات الذهبية. ليه؟ إن شاء الله بإذن الله في حين ما يتم التنفيذ والاستضافة يتم إن شاء الله، يعني في خلال أشهر بقليلة بإذن الله هيكون تم التنفيذ للدمغ والتوقيت بالليزر لجميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بإذن الله. أكيد سيادة اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني الذهب هيفضل عندكم تمام زينة وخزينة زي ما أنتم عايزين، ومش هيبقى فيه أي قلق أو أي مشاكل، بالعكس دي هتكون تقنية حلوة، وزي ما شرحوا الأساتذة أنه هيبقى شكله أكيد، لأنه الدمغة زي ما أنتم عارفين أحيانا بقى فيه بعض المصوغات تحس الدمغة يعني إيه، يعني واكلة من الشكل نفسه،
واحيانا بالذات لو كان مثلا حاجه صغيره زي مثلا الحاجات اللي بنشتريها للاطفال اللي هي بتبقى جرام وجرام ونص، لما بتبقى بالدق بتحس شويه انها بتاخد منها، فبتبقى مثلا قطعه صغيره قوي والدمغه احيانا بتبقى يعني واكله منها شويه. فاعتقد ده هيخلي شكل عام لكل المصوغات ويخليها كمان شكلها افضل، ويبقى فيه تبادل كمان، وتبقى موجوده في السوق العالمي بنفس الشكل اللي موجود بيه كل الحاجات عالميا. طيب تعالوا بقى يعني الان كده يعني نروح ونتابع تقرير ونقول نشوف كده. انطلق اليوم المؤتمر الدولي 14 للجمعية الدولية للأورام، وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية للإعلان عن الجديد في علاج الأورام والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام والتشخيص الجيني والعلاج أيضا، يعني تشخيص هذا العلاج. الحقيقة دي المشخصة، وده طبعا يعني حاجات بتبقى دقيقة قوي خاصة طبعا بالأورام، ولكن هي شيء الحقيقة مهم جدا أيضا إن احنا نناقشه وإن احنا نتابعه. بيناقش المؤتمر ده استخدام يعني الذكاء الاصطناعي. خدوا بالكم شوفوا قد ايه الذكاء الاصطناعي موجود في كل حاجة، في التشخيص بيستخدموه في التشخيص التصويري والباثولوجي للأورام، وطبعا لأورام الثدي والنساء وحاجات كثيرة جدا خاصة، وعينة من الحمض النووي وكل هذه الأشياء. تعالوا نروح كده ونتابع يعني هذا التقرير ونرجع نكمل معكم ما تبقى لدينا الليلة من فقرات في التاسعة. المؤتمر السنة دي هيشمل مواضيع مهمة جدا تتعلق بأورام الجهاز التناسلي للأنثى، من ضمن الحاجات المهمة جدا في عندنا التطعيمات اللي بقت موجودة ضد الإصابة بفيروس معين، الإصابة به في السيدة يؤدي إلى حدوث سرطان في عنق الرحم فيما بعد. فطبعا الفيروس ده بينتقل عن طريق العلاقات الجنسية عامة، فالوقاية من الإصابة بهذا الفيروس هتبقى يعني خطوة مهمة جدا في تقليل نسبة حدوث سرطان عنق الرحم. السنة دي بقى في ميزة في المؤتمر انه يشتغل على محور جديد، زي ما انت قريتي او زي ما هو معلن من السنة اللي فاتت ابتدينا ندخل في غير اورام النساء واورام الثدي اورام العلاج المناعي. فالعلاج المناعي السنة دي ابتدى ياخد محور جديد اللي هو الأونكون برونكو، يعني علاج المناعي او علاج سرطان الرئة بصفة عامة. احنا في المؤتمر السنه دي مركزين على الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، لانه الحقيقه كان موجود في حياتنا من قبل كده في وظائف اقل بكتير اهميه من المجال الطبي، موجود في الفيسبوك ريكوجنيشن، في الـ في الـ في الفيس اي دي بتاع الموبايل، في جي بي اس، فبالتالي كان مهم جدا ان احنا نستعمله كمان في المجال الطبي لانه هيوفر علينا الوقت والمجهود باشعه الماموجرام. السنه دي ان شاء الله هيبقى في عندنا حاجتين مهمين، الخطوط الاسترشاديه للوقايه وعلاج اورام عنق الرحم اللي احنا نتمنى ان شاء الله خلال فتره قريبه يبقى نعلن مصر خاليه من سرطان عنق الرحم. الحاجه الثانيه الخطوط الاسترشاديه لعلاج ما قبل الجراحه، ودي من الحاجات المهمه قوي لرسم الخطه العلاجيه الكامله للسيدات في اورام الثدي، بحيث ان احنا نصل لنسب شفاء كامله باذن الله، مع ما فيش بقى نحافظ على الثدي باذن الله ويبقى اثار الجانبيه قليله جدا في هؤلاء السيدات. الحقيقة احنا بنهتم جدا في التاسعة لما يكون في يعني نسمع كده عن أشياء جديدة الدولة بتقدمها، وعن يعني توجيهات جديدة من السيد الرئيس، بنحب نفهم أكتر، ونحب أيضا حضراتكم تعرفوا كل تفصيلة يعني تمت إزاي، وإزاي أنت كموظف أو الموظفين أو الدولة بتقدم إيه، وأنا أستفيد إيه، وكمان الموازنة هيبقى شكلها عامل إزاي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الموازنة بتاعت 2022-2023، والسيد الرئيس اليوم أصدر عدة
التوجيهات خلينا نتكلم فيها كل واحدة على حدة من خلال ضيف التاسعة الآن الخبير الاقتصادي دكتور علي الإدريسي. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. مساء الخير. خلينا كده نتكلم واحدة واحدة. أنا يعني عندي البند الأول من توجيهات السيد الرئيس وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وأنا أعتقد أنه ده من أهم القرارات كمان، وطبعا معاها العلاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، وطبعا الأولى دورية للموظفين زي ما قلنا المخاطبين بقانون الحماية المدنية، الخدمة المدنية بالضبط، الخدمة المدنية بنسبة 7% ومن الأجر الوظيفي، والتانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13%. نشرح حاجة حاجة ونتكلم عنها. طيب خلينا نبدأ طبعا أن الحد الأدنى للأجور يبتدي يتحرك من 2700 جنيه ل 2700 جنيه زيادة 300 جنيه في التوقيت دوت. ده جزء وأمر غاية في الأهمية ومهم جدا جدا جدا، وبالأخص بالنسبة لي محدودي الدخل، لأن ده بيخش ضمن إطار الحماية الاجتماعية، ضمن الدعم للدولة والمساندة اللي الدولة بتقدمها لي محدودي الدخل. تمام. في ظل كمان موجة تضخمية بيشهدها العالم وبتأثر علينا، يمكن احنا معدلات التضخم عندنا لغاية دلوقتي نقدر نقول ان هي مقبولة، احنا حوالي 6.5% بالنسبة لي ديسمبر الماضي، فيعتبر الزيادة ديت مش هتاكلها الأسعار، وده أمر مهم جدا، لأن احنا كان عندنا دايما إشكالية ان الأجر يزيد فالأسعار السلع والخدمات ترتفع، فتبقى النتيجة ممكن تكون سلبية كمان، وتبقى الزيادة بالنسبة للناس مش محسوسة. بالظبط، عشان كده دايما احنا عندنا في الاقتصاد بنحسبها دايما بالدخل الحقيقي أكتر منها الدخل النقدي. يعني ايه دخل نقدي؟ هو الأجر اللي هو 2700 على سبيل المثال. الدخل الحقيقي السلع والخدمات اللي نقدر ان احنا نحصل عليها في مقابل الوحدات النقدية، اللي هو انا بالمقابل ده اقدر اجيب بالزبط. ايه بالظبط، فبالتالي اقدر اصرف على ايه مع تراجع لمعدلات التضخم او استقرارها وزيادة الدخل الأجر الدخل النقدي اللي بيحصل عليه الموظف، بالتالي هيبقى المردود على مستوى معيشته هيكون افضل. عشان كده يعني او نقول انه اذا العالم كله رايح للتضخم اصلا بسبب كمان كورونا واللي حصل والاحداث، اذا الدوله هنا بتعمل توازن لحمايه الناس، حمايه الموظفين وبالاخص محدود الدخل. لان محدود الدخل دوت لما يكون 2400 يتحرك ل 2700 فده يعتبر، فكاني انا 300 دي برد على نسبه الزياده اللي حصلت، نسبه الزياده اللي ممكن تكون موجوده. طيب كمان بنتكلم على العلاوات اللي تكلفت 8 مليارات جنيه. فكرة العلاوات دي الدولة بتأكد عليها كل سنة، يمكن حتى كمان كانت موجودة العام الماضي بتتجدد برضو العام دوت، والعلاوات مع الحافز الإضافي الأمين بيعتبروا في المجمل زيادة في الدخل الكل اللي بيحصل عليها الموظف، فبتعمل زيادة فتقدر كمان ان هي تديله يعني بوش أو دفعة قوية ان يكون الإجمالي بالنسبة له جيد، يقدر ان هو طبعا يواجه بيه الضغوط التضخميه اللي احنا ابتدينا نشوفها، واللي كمان الدوله عندها علم بيه ان الفتره الخاصه بعدم الاستقرار والموجه التضخميه ديت هي مش فتره مؤقته، قد تكون مستمره، لان بعده خلينا نربط الامر دوت بمنتدى دافوس اللي اشتغل وبدا امبارح، وكان يمكن الرئيس الصيني كان ليه حديث عن الجزء الخاص بسلاسل الامداد والتوريد والجزء المتعلق بالموجه التضخميه المستمره والمشاكل اللي موجوده على الاقتصاد العالمي، واحنا اوريدي جزء من هذا الاقتصاد، وبالتالي مع استمرار الموجه التضخميه ديت الناتجه عن عوامل خارجيه اكيد كان مهم جدا ان يبقى في جزء متعلق بالاجور والجزء الخاص بالمكملات لهذا الاجر من طريق العلاوات والحوافز. طيب انا عايز ارجع تاني مع حضرتك لما حدث اليوم في اجتماع السيد الرئيس مع الحكومه، ممثلا في السيد طبعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكان المجموعه الماليه موجوده، وزير الماليه وايضا نائب وزير الماليه احمد كوجك ودكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير الماليه للخزانه العامه. فاحنا كده بنتكلم بانه ده اجتماع مهم علشان نناقش كل اللي احنا بنقوله ده. في كمان حاجه كانت مهمه جدا النهارده وهي تعيين 30,000 مدرس سنويا، وده قياس للاحتياجات السوق واحتياجات التربيه والتعليم وكل الاشياء دي. خلينا ناخدها كمان من منظور مهم جدا، لان احنا حتى لما نيجي نستكمل هنلاقي ان الدوله اللي بتتحرك بقوه على بناء الانسان المصري فبتتحرك على قطاعين رئيسيين، التعليم والصحه.
ومن هنا كان لابد ان احنا كمان مش بنتحدث فقط على موظف في الجهاز الاداري للدوله، ولكن كمان العاملين في القطاعين دولت، قطاع التعليم وقطاع الصحة. عشان كده قطاع التعليم كنا تابعنا طبعا الفترة اللي فاتت، كان في عجز بعض الشيء في عدد المعلمين، فكرة ان يتم تعيينهم ويبقى موجود فكرة 30,000 معلم وخطة على مدار 5 سنوات، ده امر جاي جدا. بجانب كمان الخبر التالي اللي مرتبط بيه صندوق تطوير التعليم اللي ضخ فيه 3.1 مليار جنيه، وده امر هو يعتبر ايضا داخل التطوير. أكيد يعني انت كمان أكيد لما تطور عايز تجيب يعني كفاءات وعايز تجيب مدرسين علشان توسع يعني المشروع بتاعك ويبقى في ناس بتنفذ. هي منظومه متكامله، ما ينفعش ان انا يعني اصلح جزء واترك باقي المنظومه، فبالتالي عمليه التطوير بجانب التعيينات او سد العجز اللي كان موجود ده جزء مهم جدا، بجانب ان احنا كل ده بنتكلم على التعليم الاساسي طبعا. طيب هل التعليم العالي او التعليم الجامعي تركناه؟ لا، برضه لقينا ازاي ان في حديث عن اعضاء هيئه التدريس. طب انا هاجي ليها، بس وانا لسه عند 30 ألف مدرس سنويا دول، برضه بتكلم هي مصر كمان عندها مشروع تطوير الريف. أكيد. وعندك حياه كريمه، فانت برضه مش بس بتشتغل على بنيه وعلى تطوير رقعة زراعية وخدمات، ولكن أيضا فيها تعليم طبعاً. لأنه في مدارس متنقلة، فالمدارس المتنقلة محتاجة مدرسين، فأعتقد ده برضو هيصب في المشروعات اللي الدولة بتعملها. الدولة عاوزة توصل لتنمية شاملة ومستدامة، وعلشان توصل لها ابتدت تتحرك على تنمية الصعيد، ابتدت تتحرك على الريف المصري، ابتدت تتحرك على شبه جزيرة سيناء، وبالتالي عمليات التنمية والجهود المستمرة ديت محتاجة ان يبقى في الامكانيات اللي تقدر تساعدنا بشكل واضح لتحقيق هذه التنمية بالشكل المطلوب. وجزء اساسي علشان نستمر مش على المستوى الاقتصادي بس، ولكن على مستوى الدولة المصرية ان هي تكون دولة قوية، لابد ان يكون في اهتمام بشكل كبير ببناء الانسان المصري. عشان كده دايما التعليم والصحة سيادة الرئيس بيولي ليهم أهمية كبيرة جدا. طبعا التعليم أصله ده بناء الإنسان تماما، الفكر أكيد والشخصية والأهداف وصحة البني آدم. وخلينا ناخدها بقى من الجانب الاقتصادي، إزاي إن المواطن يبقى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إزاي إن هو يقدر إن هو يعمل مشروع، إزاي إن هو يبقى منتج، إزاي يبقى عندي ثقافة عمل. تستثمر يعني حتى يعني الأموال اللي بتضخها الدولة سواء في التعليم، فانت بتأهل استثمار في راس المال البشري، وده يمكن بالزبط اللي بتاكد عليه دايما التقارير الدوليه واللي الدوله بتحاول تتحرك عليه. لان برضه الدوله في كتير من تصريحاتها الحكوميه كانت بتؤكد على فكره ان عاوزين يبقى عندنا ثقافه العمل، ازاي ان حضرتك يبقى عندك التعليم اللي مربوط باحتياجات سوق العمل، ازاي ان انت تبدا مشروعك، ازاي يبقى عندنا مشروعات صغيره ومتوسطه ومتوسطه، ازاي يبقى عندنا رياده اعمال. دي كلها ملفات جزء اساسي منها ان احنا يبقى عندنا تعليم جيد، ومن هنا كان الجزء الخاص بسد العجز وتطوير التعليم الاساسي. تمام. طيب كمان وجه السيد الرئيس خلال الاجتماعات ايضا فكرة زيادة الحافز الإضافي لكل المخاطبين، يعني إذن كمان عندنا حافز إضافي، عايزين نشرح ده لأن إحنا برضو بنخاطب بيه المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكلفة بلغت 18 مليار. الفكرة كلها إن الدولة إحنا عندنا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير مخاطبين، فكرة إن إحنا يبقى عندنا دعم واضافه نشرحها للناس، لان في ناس تقول لك يعني الناس اللي هي الخدمه المدنيه اللي هم طبعا المخاطبين اللي هم العاملين في الوزارات او في الحكومه بشكل عام والوحدات المحليه ده كل غير المخاطبين اعضاء التدريس، هيئه قناه السويس، اتحاد الاذاعه والتلفزيون طبعا بسبيو بنتشرف فيه دايما، وغيرها من الهيئات الاقتصاديه، دي كلها غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، لكن العلاوه طبعا تشمل المخاطبين وغير المخاطبين بنفس الشيء. طيب اعتماد كمان حافز اضافي ده اتكلمنا فيه لتطوير المعلمين، يعني هو انت تعيين وحافز اضافي كمان، هدف اضافي عشان بس يبقى موجوده المخصصات بتاعتهم، لان كان برضه الفتره الماضيه فكره ان في عقد مؤقت وعمليات التعيين والمرتبات الخاصه بيها، طب المكافاه دي كلها كانت عامله يمكن شويه مشاكل. فدلوقتي اعتقد ان كمان ميزة الموضوع دوت ان هو حسم الامر تماما، فكرة احنا هنعين قد ايه، وعلى فكرة هو رقم ليس بالقليل، يعني طبعا فكرة ان يبقى عندي 30,000 معلم سنويا طبعا، يعني بنتكلم انت عامل حوالي حافز 3 مليار و1 من 10 بالظبط، يعني حوالي 150,000 معلم على مدار 5 سنوات، بجانب كمان الجزء الخاص بعمليات التطوير والحوافز،
فبالتالي ده جزء مهم جدا ان الدوله تسد الفراغ اللي كان موجود او العجز اللي كان موجود دوت، مع الاهتمام بملف التطوير، لان برضه ما ينفعش ان احنا نفضل نعين او يبقى عندنا تعيينات لكن ما يبقى مشكله عندنا في التطوير او ويفضل عندك نفس المبلغ. انت لازم يعني لازم الزياده يكون قدامها كمان زياده. في كمان تخصيص مليار ونص جنيه لتمويل حافز الجوده الاضافي لاعضاء هيئه التدريس، وده عايزين نشرحه ومعاونيهم بقى بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثيه. ده واحد من ده مهم جدا لان انا طبعا بتشرف ان انا واحد من اعضاء هيئه التدريس. فكره ان احنا يبتدي يبقى في مخصصات بالنسبه للجوده، وده واحد من ملفات الجوده ديت اللي الدوله المصريه اتحركت عليها على مستوى التعليم العالي في عديد من الجامعات. بيبقى هناك معايير بيتم التحرك عليها للحصول على الجوده، لكن دايما للحصول على الجوده كنا محتاجين الحوافز اللي تقدر ان هي تخلي المؤسسات البحثيه والجامعات والمعاهد ان هي تبتدي توفر الامكانيات اللازمه للحصول على الجوده. فدايما كنا بنلاقي مشكله في ايه؟ في ان خلاص الجامعات بتتقاعس او بعض الجامعات بتتقاعس في الحصول على الجوده نتيجه عدم توفر الامكانيات. فبالتالي فكره ان انا ادي لك الحوافز اللي تقدر ان انت تتحرك بيها عشان تحقق الجوده، ده بالتالي امر مهم جدا بجانب استفاده اعضاء هيئه التدريس كمان طبعا. وتحسين منظومه الاجور بالنسبه لهم والعاملين في هذا القطاع، وكله في النهايه بيعمل ترقي بالظبط بشكل كبير واستكمال. يعني احنا اتكلمنا في البدايه عن التعليم الاساسي، وهنا بنتكلم عن او نتحدث عن التعليم العالي، وبالتالي ده استكمال لمنظومه التعليم ككل في الدوله المصريه. ده اكيد. طيب انا هستاذنك في فاصل، وبعد الفاصل هنكمل الكلام. اعتقد انه الاجتماع النهارده اللي اصدر السيد الرئيس فيه عدد من التوجيهات هي توجيهات مهمه جدا، هي فيها ترتيب داخلي يعني السادة الموظفين، وترتيب داخلي لقطاعات مهمة جدا حيوية بتخدم الدولة بشكل كبير، وأيضا هو يعني كثير من الحماية الاجتماعية، وأيضا ما يحدث في العالم كله من تضخم بيبقى فيه موازنة ويبقى فيه كمان نظرة اقتصادية يعني فيها توازي رائع داخل الدولة. نكمل معكم الحديث مع دكتور علي الإدريسي بعد قليل في التاسعة. رجعنا تاني مع حضراتكم وبنتكلم عن اجتماع النهاردة اللي أجراه السيد الرئيس الحقيقة بخصوص الموازنة 2022-2023 وعدد من التوجيهات كنا بنتكلم فيها، وبنكمل الحديث مع ضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور علي الإدريسي. دكتور علي، عايز أرجع بقى أقف تاني مع حضرتك عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. يعني دي برضو كانت يبدو ان كان يعني كان عليها برضو يعني انا سعيده اولا في الاجتماع ده، بتعرف حضرتك بايه؟ بانه كل الحاجات اللي الناس كانت بتتكلم فيها على 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 مدى سنوات وفيها مشاكل وفيها برضو يعني لان الاشياء ما ينفعش تتظبط مثلا في جامعه وجامعه لا 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 ما ينفعش تتظبط في مكان ومكان لا، فكده يعني الاجتماع ده مع الهيئه الماليه اللي كانت موجوده النهارده يعني اعتقد ان الدنيا بقى فيها تنظيم واضح. لا وكمان الفكره كلها ان احنا بنتكلم على قطاع التعليم الاساسي، التعليم العالي، قطاع الصحه، بنتكلم على العاملين في الجهاز الاداري للدوله. تمام. فبالتالي في ملايين من المصريين صحيح هيبتدي يحصل عندهم تحسن بشكل كبير جدا في منظومه الاجور. يعني خلينا اقول لحضرتك ان منظومه الاجور في العام المالي القادم احنا بنتحدث عن ما يقرب من حوالي 400 مليار جنيه، بزياده اكتر من حوالي 39 مليار جنيه عن العام الحالي، وبالتالي قفزه كبيره جدا. تخيلي حضرتك ان احنا انفقنا على منظومه الاجور في السبع سنوات ما يقرب من حوالي 2 تريليون جنيه، فده برضه مخصصات ومصروفات طبعا الدولة. لانه العدد كبير، انت بتتكلم على عدد كبير من الموظفين اللي الدوله يعني بتحاول ان هي تنظم فواتير الزياده اللي الدوله بتحاول تتحرك عليها، بجانب طبعا العمل على تراجع لمعدلات التضخم. غرض رئيسي منه طبعا ازاي ان احنا نحسن من مستوى المعيشه ونعالج الثغرات او العجز اللي كان موجود
في بعض، يعني احنا حتى لما اتكلمنا على قطاع التعليم السريع كان عندنا لا مشاكل في تعيين للمعلمين ازاي نعالجها. حتى لما بنتكلم على التعليم العالي يمكن حضرتك ذكرت الجزء الخاص بنقطتين اساسيين، جزء مرتبط بالجوده وجزء اخر بالنسبه للاساتذه المتفرغين بالنسبه لعمليات الرواتب الخاصه بيهم، وده يعني يمكن اساتذه. ايوه احيانا انت بتبقى محتاج مثلا تجيب استاذ متفرغ يعني علامه زي ما بيقول، والاستاذ المتفرغ العلامه ده انا محتاجاه مثلا مع الطلبه مع ابحاث مع تدريبات معينه، فانت لازم تجد له يعني نظامه يعني. لا وحجم الخبرات اللي لديه طبعا لابد ان يتم الحفاظ عليها واعطائه المكانه اللي يستحقها، فبالتالي نظره الدوله للاساتذه المتفرغين هي نظره في محلها، لانه يظل الاستاذ سواء متفرغ او غير متفرغ هو استاذ لتخصصه، وبالتالي الحفاظ عليه والحفاظ على علمه ده جزء مهم. طيب انا برضو اعتقد ده هيهم القطاعات دي اللي كان ايضا عندها بعض المشاكل، ضم تخصصات طب الاسنان علاج طبيعي والتمريض الى القرار السابق، يعني ايضا كان ليهم مطالبات كثيره جدا، وده اعتقد ضمهم كمان ده في تحسين بالنسبه للمكافئات مكافئات الامتياز، وده كان طبعا عمليه لان كمان برضه في ظل مكافئات الامتياز دي كمان مهمه في ظل طبعا الاجواء يعني الصعبه اللي بيمر بيها العالم كله سواء بقى كورونا إمكرون ويعني الظروف الصعبه على المستوى الصحي، فبالتالي تقديم الحوافز والمكافئات بالنسبه لي القطاع الطبي حتى طالب الامتياز على فكره كان موجود في مساله كورونا طبعًا كان بيشارك طبعًا. فانت دلوقتي لازم يعني تحط كل الفئات اللي كانت موجوده بتشارك تديها المكافئات دي، لان الدولة انت ابتدت كمان حتى مع بدايه كورونا ان هي تقدم كتير من التحسين بالنسبه لكادر الطب، لانه بصراحه كان بيعاني طبعا لسنوات كبيره وعقود كثيره جدا من ضعف في المقابل الخاص بيه والاجور الخاصه بيه، فلا الدوله للامانه مش من السنه دي، لكن احنا شفنا من 2020 ازاي ان في تحسن مستمر في منظومه الاجور الخاصه. طيب عارف انا عاجبني ايه دكتور علي؟ عاجبني بانه كان في دراسه. ما هو انت لما تيجي تناقش موازنه وتحط موازنه لعام 22-23 انت مش بس بتحط موازنه، انت بتحط موازنه نتيجه لاشياء كثيره، نتيجه لمشروعاتك في البنيه التحتيه، نتيجه لاقتصادك اللي اتحسن، نتيجه للحركه الخاصه بتاعتك، نتيجه للعجز اللي موجود، فانت بتعمل موازنه وبالتالي بتقدر بعد كده تبص للطاقه البشريه اللي عندك كمان عشان تحسنها، لان هي منوط بيها ان هي كمان تمد ايدها معاك. لا وفي نقطه كمان، ده احنا لما ابتدينا نعمل ترشيد للدعم في ملفات ابتدى يتحقق عندنا الوفرات اللي احنا نبتدي ان احنا نوجهها لتعليم ونبتدي نوجهها للصحه ونبتدي نحسن من منظومه الجول، لان هي الفكره كلها احنا عندنا حجم المواصفات. طيب ايه البدائل والاولويات وايه اهم من ايه؟ وازاي ان انا ابقى دارس القطاعات اللي احنا فعلا محتاجين ان يتضخ فيها مصروفات زياده، وايه الجوانب الاخرى الاستهلاكيه اللي محتاجه اعاده ترشيد لحجم المصروفات فيها. فبالتالي هو ده سوق العمل ومشروعاتك واللي بيحصل في العالم يخليك تنظر لكل مصر، وده العنوان الرئيسي ازاي ان احنا نتحرك على الجزئين، يعني تعليم وصحه دايما علشان تبقى صحيح. دوله مستمره ودوله تبقى قويه لازم يبقى ملف التعليم وملف الصحه افضل شيء، وده اللي الدوله بتتحرك عليه. هم اهم الملفات اللي على مستوى التنميه على مستوى التنميه البشريه وعلى المستوى الاقتصادي، شايفين اهتمام بقطاعين مهمين جدا زي الزراعه والصناعه. طيب خلينا نشرح برضو للمشاهدين من بين قرارات سيد الرئيس اليوم ما عرضه وزير المالية بخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3%. أنا عايز أشرح ده ببساطة. عجز الموازنة طبعا باختصار شديد جدا الفرق ما بين المصروفات والإيرادات، طبعا المصروفات لما بتكون أكتر من الإيرادات ده معناه عجز. مش مشكلتي في العجز على قد كمان المشاكل المترتبه عليه، بمعنى ايه؟ ان في عجز فالعجز ده بيتسد بيه ان انا بستدين الديون ديت بيبقى عليها فوائد ديون، فبالتالي هي يعني مجموعه من الحلقات والدوائر. العجز ده بالنسبه ليه يعني احنا بقينا سنتين كورونا الحقيقه هي مش سنه، فبالنسبه لسنتين كورونا ازاي نقدر نحطه يعني؟ لا يعتبر طبعا لا 6.3% ده يعتبر رقم جيد جدا، لان احنا كنا يعني للاسف الشديد كان احنا في فترات سابقه كنا اكتر من كده بكتير، يعني فكره ان احنا كنا 9% و10% فان احنا نبتدي ننزل ل 6.3 يعتبر معدل مقبول بشكل كبير، في ظل كمان ان احنا كل البنود اللي احنا ذكرناها قبل البند دوت هي عباره عن زياده في المصروفات،
طبعا. فالفكره كلها ان احنا يبقى عندنا زياده في هذه المواصفات، وفي نفس الوقت يبقى عندي امامها زياده في حجم الايرادات بشكل اكبر، فاقدر ان انا اقلل حجم العجز، يديني كمان مدلول ان مستويات الدين كمان تبتدي ان هي بالتبعيه تنخفض، وبالتالي مستويات الفوائد على الديون تبتدي هي كمان تنخفض. ففكره ان احنا ننظر الى حجم المواصفات ويبتدي يبقى هناك نظره الى حجم العجز ان هو ما يحصلش فيه اي انفلات، ده جزء مهم جدا. 6.3 اعتقد ان هو رقم جيد جدا، نامل باذن الله ان احنا نوصل لهذا الرقم. اكيد. طيب، وجه ايضا السيد الرئيس مواصله العمل على خفض ازمنه الافراج الجمركي، ودي برضو كان بيقعد بيفضل في يعني في الافراج الجمركي فتره طويله للوصول بها الى ذات يوم ورود يعني ورود الشاحنات، يعني الوقت اللي بتيجي فيه الشاحنات يبقى فيه سرعه ايقاع، اعتقد ده كمان مهم جدا. احنا كان عندنا يمكن ابتدت منظومه التحول الرقمي تخش بشكل كبير في المنظومه الجمركيه، احنا كان من ضمن المشاكل اللي احنا كنا بنواجهها دايما في التقارير الدوليه وبالاخص تقارير زي دوينج بيزنس او تقارير سهوله ممارسه الاعمال، مؤشر مهم جدا هو مؤشر التجاره عبر الحدود. ليه؟ لان دايما كان عندنا مشاكل في ان البضاعه بتقعد لفترات طويله جدا في موانئ عده. احنا تخيلي حضرتك ان كان المستوى بيتعامل مع 23 جهه علشان يبتدي يخلص الاجراءات الجمركيه، والبضائع دي بتقعد فترات طويله جدا في فبالتالي عمليه التلخيص ان يبقى في تسهيل للاجراءات، التحول الرقمي يبقى موجود بقوه، ده جزء كمان مهم لانه بينعكس كمان على اسعار السلع ديت في السوق. ما هو طبعا ما انت ما كل دي السلع بالظبط ما تاخد وقت قليل جدا في الجمرك وتطلع البضاعة دي لما تقعد شهر او شهرين او ثلاثة في المين. صحيح. طب ما هو بيدفع عليها تكاليف، هي التكاليف ديت المستوى هو اللي هيتحملها؟ لا، هو هينقل عبء هذه التكاليف على المستهلك. طيب لما يبقى التكاليف دي دلوقتي بتقل، يبقى دلوقتي معناها ان البضاعة ديت لما هتبتدي تنزل للسوق هتبتدي ان اسعارها تكون اقل مما هي عليه، فبالتالي ده جزء كمان بيساهم في نتيجه غير مباشره على معدلات التضخم، وفي نفس الوقت هيقدر ان هو ينعكس بشكل ايجابي على التقارير الدوليه، تقارير سهوله ممارسه الاعمال وكمان تقارير ثانيه زي تقارير التنافسيه الدوليه. طيب سؤال كده، هتلاقي كده ناس من متابعينا ومشاهدينا يقول لك ايه؟ طيب مصر في عندي نسبة عجز، حتى ولو كان زي ما انت قلت هي نسبة عجز مقبولة وجيدة في ظل الظروف اللي احنا فيها، بس هيقول لك ايه؟ طب الارقام اللي احنا عاملين نحطها والزيادات والعلاوات وكده، مصر هتجيب النفقات دي منين؟ طيب مصر هتجيب النفقات دي منين؟ من حاجات كتيرة جدا. رقم واحد طبعا منظومة الايرادات وبالاخص الجزء الخاص بالضرايب، احنا في مصر ابتدينا نعتمد على بدل ما احنا بنرفع سعر الضريبه، لا احنا ابتدينا نتحرك على ملف مهم جدا مرتبط بيه كفاءه تحصيل الضريبه. تمام. وكفاءه تحصيل الضريبه ده ملف الدوله ابتدت تتحرك عليه، سواء بقى عن طريق الفاتوره الالكترونيه، ازاي ان انا دلوقتي اعمل عمليات التصالح فيها ضبط عندنا لا عندنا كمان كان مشاكل في الحصر بالنسبه للمجتمع الضريبي، كان عندنا مشاكل في التقاضي والمنازعات الضريبيه اللي بتقعد بال 20 سنه وبعد كده احنا بنخسر وكمان الممول بيخسر، ازاي ان انا اعمل له تسهيلات، دي كلها ملفات الدوله بتحاول ان هي تتحرك عليها، بجانب كمان عمليه التنوع بشكل كبير في الايرادات اللي بتخش للدوله. المشروعات اللي الدوله ابتدت تتحرك زي عليها التصدير اللي بقى يجيب لك دلوقتي عائد يعني كويس جدا. التنوع دوت مهم بالنسبه للموازنه العامه للدوله والايرادات، كمان ترشيد النفقات وازاي ان يبقى فيه ترتيب للاولويات، ده جزء مهم جدا. عشان كده في النهايه لما اجي اشوف في المشهد عفوا الخاص بالعجز هلاقي ان هو بيقل، وفي نفس الوقت بالنسبه للايرادات وحجم الايرادات ابتدى ان يحصل فيه نوع من انواع التحسن دون المساس بسعر الضريبه، لان دايما سعر الضريبه دوت فكره ان انا احركه او ان يحصل فيه زياده ده اكيد بيحمل عبء كبير جدا وتكاليف كبيره جدا على المستثمر، لكن الملف اللي احنا بنتحرك عليه بقوه وابتدى ياتي بنتيجه مهمه جدا هو كفاءه تحصيل الضريبه وتنوع مصادر الايرادات بالنسبه للدوله. اكيد الحقيقه يعني ملاحظات مهمه وتفاصيل كثيره جدا، ولكن كان لابد ان احنا نتعرف على كل تفصيله على حده. بشكرك جدا. نشكر ضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور علي الادريسي. بشكر حضرتك. شكرا.
جزيلا. حاولنا ان احنا نشرح شويه بعض التفاصيل اللي جاءت في اجتماع السيد الرئيس اليوم بخصوص الموازنه للدوله 2022-2023. الفقره التاليه اعتقد هي فقره مهمه، وانتوا قاعدين متدفيين كده، يا رب تكونوا دايما متدفيين وبعيد عن البرد، لان الجو الحقيقه هذه الايام ومكمل معانا للاسبوع الجاي في برد كتير. فكرنا في التاسعه، طب ازاي نقدر يعني ندفيكم، او ازاي نقدر نساعدكم بانه الدفى يكون احسن؟ الدفى لازم يكون احسن بحاجات كتيره قوي، منها التغذيه. التغذيه لازم تكون مهمه وصح، مش المهم ان انا اكل كتير، المهم ان انا اكل ايه علشان يديني الطاقه. كمان نطمن على البرد، ممكن ازاي نقي نفسنا من البرد. جلسه كده لطيفه في التاسعه فيها شويه معلومات تفيدكم. هنعود بعد قليل، فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم التاسعه. أيوة طبعا الدنيا برد، طيب هنعمل إيه؟ الناس قاعدة في البيت برد، الكلام يا إما على البرد يا إما عن الأكل يا إما عن إنه ناس كتير طبعا يقولك برد ما أقدرش أعمل رياضة، الناس خايفة على الأطفال وعلى الكبار وحاجات كتير جدا. كلام خلينا ناخده بشكل علمي أكتر ونحاول نساعد حضراتكم ونشوف ممكن نعمل إيه. دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، إيه الأخبار؟ كله حلو. أنا عايزة أدفي الناس النهاردة وياخدوا كده مننا نصايح وياكلوا أكل صحي وكمان ما يتخنهمش، يلا بينا ونطمن على الأطفال وعلى كل حاجة طبعا. طيب دلوقتي في درجات الحرارة دي الناس تبقى حاسة إنه الأكل بيدي نوع من التدفئة، يعملوا إيه؟ خلينا ناخد من المقدمة، هي فكرة إنك تتدفى، هي دي الفكرة أو الكونسبت العام. تمام تمام، الجسم عايز يعادل درجة الحرارة ما بين جوه وما بين بره. البرد اللي موجود، البرد القارس ده، هو ما يفرقش معاه بره ايه اللي بيحصل، هو اهم حاجة ان جوه درجة الحرارة تبقى مظبوطة. طب ده بيحصل ازاي؟ عن طريق الاكل. دي اسرع حاجة ممكن تمد الجسم بطاقة، هو لسه مش هيفكر يروح يحرق دهون ويحولها لطاقة ويدفيك، فبيطلب ان سيادتك تاكل. ده اللي بيترجم فكرة ان انت ممكن تبقى لسه اكل وجبة محترمة وبعديها بساعة او ساعتين انت جعان وعايز تاكل تاني. مظبوط. لو خدنا بقى العنوان ده اللي هو فرق درجات الحراره وانت بدات تترجمه مثلا اللي هو لمشروب دافي، ممارسه اي نوع من انواع الرياضه، تاكل اكله مظبوطه في توقيت مثالي، فانت حققت للجسم اللي هو محتاجه، وبالتالي هنخرج من حته ان انت يبقى فيه زياده في الوزن او انت تاكل اكتر من احتياجك. الشتاء فرصه عظيمه للنزول في الوزن، الناس اللي بتعاني من السمنه الشتاء معدل الحرق بيبقى عالي، لان زي ما قلت لك هو ما فيش استعداد انه يستنى ان درجات الحراره يحصل فيها خلل، لان ده بيأثر على دكتور ازاي ده في بطاطا وعدس وكيكه وحاجات كتير قوي بياكلوها بالليل، يعني ما فيش مشكله في نوع الاكل طالما هو اكل صحي وبيتاكل مظبوط، الاهميه في توقيته انت بتاكله امتى. للاسف احنا بنيجي بالليل ممكن فرق درجات الحراره زي ما قلت لك انت لو شربت. طب تعالى نمشي يعني بالتدريج كده، يعني خلينا نقول الناس الصبح ونحط معانا الاطفال، يلا عشان في امتحانات وفي اطفال بتروح المدارس، فنحط الاطفال والكبار كلنا، يعني هنعمل ايه من بدايه الصبح؟ الفطار الناس تعمل ايه؟ اول ما تصحى من النوم اشرب كوبايتين ميه، مش عايز منك اكتر من كده. اول حاجه هتعملها انا والاطفال كله كلنا نشرب ميه، اشرب كوبايتين ميه، ادي بس كده تنبيه للجهاز الهضمي ان هو يبدا يشتغل. هنخش على الفطار. سيادتك لو انت، انا اتكلم على الكبار الاول، لو سيادتك عندك نشاط حركي يعني انت شغلك فيه نشاطات، خد عيش مساحه كبيره، يعني بنتكلم مثلا في رغيف ونص بلدي مثلا، ده راجل وست، راجل وست لو انت بتعمل نشاط حركي. حركي زي ايه؟ لا خلينا اقول لهم بدقه حركي، يعني مثلا خليني اقول لك، الست هتقول لك مثلا انا هعمل شغل البيت، ده حركي؟ لا ده مش حركي. طيب لا. انا هنزل بقى. ايوه بالظبط، الست هتروح تشتغل او هتنزل، وطبيعه شغلها فيها نشاطات، فيها حركه وبتبذل مجهود، مش قاعده على المكتب. بالظبط كده، يعني مش بنكيره، يعني المهندسه اللي في الموقع دي اللي تاخد حقها في الاكل اللي يخدم النشاطات بتاعتها. كذلك الراجل نفس الفكره، لو هو حد قاعد في بنك او حد قاعد على مكتب، كميه السعرات اللي هتتاخد من النشويات هتقل، وبالتالي هيبقى 3 ارباع رغيف بلدي، لو هنتكلم على المعيار هيبقى هو الرغيف البلدي، هو العيش البلدي كده لطيف. ايوه يعني بالظبط، فده هيبقى كفايه، ده اللي هيمد جسمك باحتياجه. تمام، خلصنا كده من النشويات. تمام، ناخد جزء خاص بالبروتين. لو انا هقعد شغال لغايه الساعه 4-5 مثلا، مش هعرف اخد تاني وجبه، بالنسبه لي بعد الساعه 9 الصبح هتبقى الساعه 4-5، فانا محتاج حاجه تستنى مده طويله. طب ايه اكتر حاجه تستنى مده طويله؟ الفول والبيض. طب انا خلينا بقى لو هندخل الاطفال في النقطه دي عشان مهمه جدا. طب الاول الفول ياخدوا فول قد ايه؟ على قد 3 ارباع رغيف.
يعني طبق مثلا بالظبط، الطبق اللي هيكفي الثلاث ارباع رغيف او لو هيكفي أو الرغيف بالطين مثلا بالظبط كده، بالطين مسلوقين. ما ينفعش تاخد، لان للاسف انت بتروح تشتري كميه اكل لو انت جعان مثلا، تشتري كميه اكل وهنا بقى بتبدا تخش مشكله السنس اوف فولنس، ان انت حاسس بامتلاء، يبدا ياكل هو شبع بس يفضل يخلص الاكل لغايه لما يحس. طيب واللي ما اللي ما بيخرجوش من البيت، في ظروف دلوقتي وفي كورونا وفي برد وناس ما بتخرجش، اللي ما بيخرجش يقلل الكميه، يقلل الكميه او يستبدل العيش البلدي بالتوست البني اللي موجود في السوبر ماركت ورخيص مش غالي، ده هيبدا يقلل لي كميه السعرات او كميه ياكل بقى خضروات خس وجرجير وحاجات كده بالظبط. لسه كنا هنخش على الجزء الثالث، انت خلصنا كده النشويات والبروتين، يجي بعد كده الخضروات اللي هي خاصه بالسلطه، وممكن زي ما قلت لك انواع الجبن برده من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تخش معايا في فطار طيب محترم. طبقة العمال، لأنهم طبقة مهمة الحقيقة، اللي بيشتغلوا، اللي بينزل، اللي بيروح، اللي بيشيل، اللي بيبني، الست المعيلة، الناس دي تاكل إيه عشان برضو صحتهم تبقى أحسن، ما يزيدوش من ياكلوا نفس الحاجات، نفس الحاجات بنفس التنظيم بنفس الترتيب، ما يختلفش ما بين حد وضعه الاجتماعي كبير أو حد الناس اللي لا بقصد هم بيشتغلوا أكتر، ما هو يعني عامل بيبني ده عايز ياكل لسه كويس. لسه كنت هقول لك دلوقتي ده مرتبط بتاني وجبة هتبقى إمتى. ده هو الشخص اللي بيشتغل في عامل البنى، تاني وجبة هتبقى بعيدة، لا هيتطلب انه يزود الكمية اللي تديله الدافع والطاقة اللي يقدر يستحمل المدة الزمنية دي. لكن لو هو عارف ان وقت الغداء بتاعه، لان العمال برضو بيبقوا هم على فكرة من اكتر الناس المنظمين في المواعيد، ايوه بياكلوا في مواعيد صح بالظبط، تيجي الساعة 3 يقول لك لا ده وقت الغداء بتاعي، وقت الغداء بيبدا يجيب الغداء اللي يناسبه. طيب في خلاص هتقول لي حاجة على الاطفال؟ طبعا، لو طفل رايح مدرسة او رايح امتحان، فالامتحان ده محتاج مجهود ذهني شويه، وظايف مخ. يعني ايه وظايف مخ؟ يعني دم يوصل للمخ بصوره كويسه. فسيادتك ما تديش المعده حاجه عنيفه زي الفول، حط تحتها مليون خط للمعده، لان ده بيستوجب ان الدم يروح للمعده بكميه كبيره عشان عمليه الهضم تتم بصوره كويسه. بياخد هضم، بياخد مدة وقت طويلة. فده بيأثر على وظايف المخ. يعني الطفل اللي رايح المدرسه ده ما تديلوش فول، ما تديلوش وعنده امتحان مثلا بالظبط، تديله بيض، تديله جبنه، جبنه ملح خفيف، جبنه قريش، اي نوع من انواع الخضروات، الفاكهه الغنيه بالالياف زي التفاح والبرتقال والاستفندي والكيوي والجوافه، كل دي حاجات مهمه جدا دلوقتي حتى كمان في توقيت الشتاء. الحاجات دي هتديله طاقه سهله في الهضم. في اطفال بيحبوا ياخدوا الحاجات اللي هي زي كورن فليكس وسيريلاك مفيش مشاكل في الحبوب الكامله بالمناسبه، الشوفان، الكورن فليكس، اي سيريال موجوده في موجود في الماركت مفيش منه ادنى مشكله، مع كوبايه لبن كامل الدسم، لو عايز تضيفي له معلقه عسل ابيض مفيش مشكله، مش عايز تضيفي له ممكن تستعيدي ده بالفاكهه اللي موجوده زي الفراوله او الكيوي او الجوافه، من الحاجات المهمه جدا كوجبه دسمه كامله في وجبه الفطار بالنسبه للاطفال وللكبار انهم ياخدوا فواكه بالظبط طبعا. فبنتكلم على بقى فراوله وجوافه وبرتقان، فيتامين سي، فيتامين سي جاهز، يبقى جوافه وكيوي وبرتقان حمضيات، مهم جدا في التوقيت اللي احنا موجودين فيه ده، والالياف كمان حلوه بتملى المعده بصوره كبيره، فالطفل ممكن ما يحتاجش انه ياكل غير بعد مده كمان. طيب بما ان حضرتك ذكرت الاطفال، انا هستاذنك اروح لمداخله مهمه مع دكتور احمد البليدي استاذ طب الاطفال، اللي كمان عايزين نعرف منه يعني نطمن على الولاد، لان كلكم قلقانين حالات الانفلونزا كتيره والفرق ما بين الانفلونزا وكورونا وكله منتشر والناس عندها حاله قلق اكيد. خلينا نرحب بدكتور احمد البليدي. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. يعني طبعا يعني الجو والطقس ودرجات الحراره يعني كلنا طبعا حاسين بيها، والناس بتعيه من البرد وبيبقى فيه انفلونزا، فبرضه طمنا ازاي نفرق ما بين انفلونزا وما بين الاوميكرون وما بين الكورونا. مستحيل يا فندم التفريق على المستوى الاكلينيكي. اكلينيكيا مستحيل، كلهم زي بعض الاعراض، يمكن الاوميكرون اللي في الوقت الحالي خفيف شويه، لكن كلهم أعراض، كلهم ممكن تيجي بسخونة، تكثيف في الجسم، وجع في الزور، راني نوز، كحة، طيق، إسهال، فأي حاجة من دول ممكن تيجي. دول يعني طبعا في نسبة كبيرة جدا من الأوميكرون بتيجي اللي احنا بنسميه طبيا أسيمتوماتيك، يعني بدون أعراض، يعني تكتشف بالصدفة والطفل ما يكونش بيشتكي حاجه. فالتفريق بين الانفلونزا والبرد والاوميكرون كلينيكيا مستحيل. صحيح، يعني عشان نعرف لازم يكون في تحليل او مسحه عشان الناس تطمن، خاصه في وجود حراره. طيب دكتور، كتير من الاسر وكتير من الامهات من القلق على الاطفال وحتى الكبار، اول حاجه بيدوها اول ما يحسوا فيه شويه برد، يا اما على طول بيدوا مضادات حيويه.
لا ده خطأ طبعا يا فندم. الكورونا فيروس، والفيروس ما بيتعالجش بالمضادات الحيوية. وفعلا كلام حضرتك صح، في أبيوز أو سوء استخدام للمضادات الحيوية بصفة تدعو للرعب الحقيقة. طبعا لأنه استعمال المضادات الحيوية بعد شوية البكتيريا بتكتسب مناعة منه، وده اللي مخوف العالم كله من سوء استعمال المضادات في هذه الفترة. فإحنا يعني بنناشد الناس، أرجوكم الكورونا ما بتتعالجش بالمضاد الحيوي. المضاد الحيوي في حالات الكورونا له حاجات محددة، indications محددة، لو تواجدت ممكن ياخدها، لم تتواجد مش هنكتب مضاد حيوي. أكيد دكتور، في مشكلة دايما بتواجه كل الأطفال، وهي مع البرد بقى كمان تزيد، وحضرتك عارف أن الطفل بيجري وبيلعب وبيعرق وبيدخل أماكن مقفولة وأماكن مفتوحة، بالذات الأطفال اللي عندهم حساسية. يعني في البرد ده الأم إزاي تأمن الطفل؟ تلبسه تقيل مثلا، ما بلاش يلعب عشان ما يعرقش فياخد برد، فيتحول البرد لاحتقان في الزور، فيبقى مش عارفين الاحتقان زي ما حضرتك قلت غير بالطريقة المعملية هو أي نوع من أنواع البرد. يعني إيه النصيحة؟ لا النصيحة طبعا الطفل لازم يلبس لبس يتناسب مع الجو. يعني لو الحرارة واطية قوي زي ما في الوقت الحالي لابد يلبس تقيل. عادة مش هيخرجوا يلعبوا، ولادنا ما تعودوش انهم يعني في الايام الشديدة تستطيع، والحمد لله انها بتبقى ايام معدودة في السنة عندهم، ففي هذه الفترة هم مش هيلعبوا. لكن الصبح لما بيروحوا، لو راحوا النوادي في المدارس في البي اي بتاعتهم اللي هو حصص الالعاب وكده، هيلبس لبس يتناسب برضه مع الجو. يعني ما يبقاش تقيل قوي الصبح فالطفل ما يعرقش، مش هيلبس تقيل، يعني هيلبس ما يتناسب مع الجو. طيب كتير من الامهات بيخافوا يطعموا الاطفال، والكورونا بقت بتصيب كمان الاطفال، يعني راي حضرتك ايه؟ بص حضرتك ده سؤال صعب جدا. ليه؟ لانه الاطفال زي ما اتفقنا في نسبه كبيره بيجي لهم بدون اعراض، وفي نسبه كبيره بيجي لهم بأعراض بسيطة جدا. الحقيقة النسبة الغالبة هي الصعوبة في إيه؟ إننا مش عارفين مين اللي هيجيله مضاعفات، ومين لا قدر الله اللي ممكن يتوفى من الكوفيد. وبالتالي إحنا دايما بنقول بنسمع كلام الهيئات العلمية الموثقة، لما لاقي في أمريكا بيطعموا من سن 5 سنين، لما لاقي في إنجلترا ابتدوا يطعموا كده، لما لاقي في الدول دي وبيطعموا في هذا السن، أنا أولادي برضو من باب أولى حاول أطعمهم في هذا السن. تمام. أنا في ضيافتي الآن كمان دكتور رامي صلاح، وهو استشاري تغذية، وبنتكلم عن العلاج بالأكل أو أن أنا أرفع المناعة. هل حضرتك برضو يعني أيضا بتنصح أنه في خلال الطقس البارد ده أن احنا نحاول نعلي المناعة بشكل عام؟ طبعا بوجه عام، والتغذية من أهم الحاجات لرفع المناعة. لأنه اللي عنده سوء تغذية، وسوء تغذية مش في الوزن على فكرة، يعني طبعًا سوء تغذية ممكن واحد وزنه تقيل وده سوء تغذية برضه. صحيح. فنقص الفيتامينات أو نقص المعادن زي الحديد، كل الكلام ده معروف أنه بيوطي المناعة. اللي ما عندوش نقص في الحاجات دي، لو خد الحاجات دي مناعته مش هتزيد لأنه ما عندوش مشكلة. لكن الأبحاث بتقول إن نسبة كبيرة جدا من الناس عندهم نقص في المايكرو نيوتريانت اللي بنتكلم عليها، اللي هي زي الفيتامينات وزي المعادن، ودول ما بتبقاش الصورة سهلة وواضحة قدام الأهل. هم بيشوفوا طفل وزنه كويس بيفتكروه إن هو سليم. فأنا مأيد دكتور رامي مع حضرتك إنه التغذية مفيدة، التغذية السليمة مفيدة لرفع المناعة. طب السؤال الأخير للأمهات، لما تبقى الدنيا برد، أمهات كتير تقول إيه؟ لا 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 مش هنزل الأولاد الدنيا برد قوي، خوفا من إنه الأولاد تعيا. لا يا فندم، في دول الجو بتاعها كده، يعني لو كنا عايشين في أوروبا ما كانوش بقى هينزلوا من البيت. لا طبعا احنا بننزل وناخد احتياطاتنا، لازم نروح شغلنا والأطفال تروح مدارسهم
وكل حاجة تمشي طبيعية، بس نلبس كويس وناخد بالنا من اللبس. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور رامي قول لنا بقى يعني كده نصائح سريعة جدا قبل الختام، نعمل إيه؟ خلينا ناخد بس نقطة المناعة دي. النقطة دي مهمة جدا، المناعة رصيد. فحتة أن أنت تبني رصيدك في ابنك في موضوع المناعة ده بيخدمه وبيخليه محافظ على نفسه لمدة كبيرة. أكتر بروتوكول ليه علاقة بعلاج الكورونا اللي قعد فترة كبيرة جدا معتمد مرتبط بالفيتامينات والمعادن، 70% منه فيتامينات، فيتامين سي وفيتامين دي فيتامين دال والزنك، يبقى فيتامينات ومعادن. ده مش هيحصل إلا عن طريق التغذية السليمة المضبوط. قولي بقى سريعا التغذية، احنا عرفنا أن الناس تاكل زي ما أنت قلت وياكلوا في الظهر بروتين وشويه رز. انا بخاف من الليل، ياكلوا ايه بالليل لما يجوعوا؟ لما تجوع انت مش هتجوع بالليل، اشرب اي حاجه دافيه زي حمص الشام، الحاجات المهمه جدا وغنيه بالبروتين. حمص الشام والحب بتاع حمص الشام ما يتخنهمش؟ لا ما يتخنهمش، لو على قد الكوبايه، على مش قد على قد 3 4 كوبايات. تمام. حمص الشام. بطاطا اخبارها ايه؟ البطاطا ما فيش منها مشكله، بس احنا دايما بنحفز ان البطاطا، نحبذ ان البطاطا تكون الصبح لان هي بتمدني بطاقه، وسيادتك مش محتاج كميه الطاقه دي. يا دكتور بيحبوها بالليل سخنه وحلوه وعليها عسل عشان قدام التلفزيون بس. طيب هي دي النقطه، فتبقى مثلا واحده بس كفايه جدا. الفشار، الفشار مهم جدا. أيوة. مهم. لسه كنت اقول لك من الحاجات اللي بتملى البطن وفي نفس الوقت بتحقق لك فرصه المتعه بتاعت بالليل، وحلوه للاطفال طبعا. بيحبوا يحطوا ساعات زبيب مقليها للاطفال، كويس؟ الزبيب بيدي طاقه، سعرات حراريه عاليه، للكبار هيبقى عندي شويه تحفظ شويه، لكن للصغيرين ما فيش منه مشكله. للصغيرين ما فيش ادنى مشكله. مهم جدا الفاكهه بالليل اخبارها ايه؟ ما عنديش مشكله للفاكهه، بس دايما الجأ اللي بالليل للفاكهه اللي فيها الياف زي البرتقال، استفندي، ليمون. حاول بقدر الامكان لو فاكهه زي الموز مثلا خليها الصبح. الفاكهه اللي فيها الياف وزي التفاح مثلا بالليل هتبقى لطيفه جدا. الناس اللي بترجع بالليل كده زي حالتنا وتحب تشرب شوربه، ما عنديش مشاكل خالص في الشوربه. كل الانواع، كل الانواع، حتى العدس. حتى العدس من الحاجات المهمه جدا. العدس بروتين. العدس؟ لا ما يتخنش العدس بروتين. الازمه بقى في الاضافات، شويه عيش متحمر كده. ايوه بالظبط، حط شويه بطاطس شويه جزر هتجوعيني. ايوه الحاجات دي هي دي جوعت اصلا، هي دي اللي بتعمل المشكله. لكن لو على قد شوربه العدس، شوربه عدس بروتين هتدفيك. شوربه العاديه مثلا شويه لسان عصفور وكده بتدفي الناس. للاطفال مهمه جدا شوربه الخضار، بس حاولي بقدر الامكان شوربه الخضار ما تبقاش غنيه بالبطاطس والجزر بالليل. فترة الظهر ما فيش أي مشكلة خالص إنك تحط البطاطس والجزر زي ما أنت عايز. أيوة. البروتين من الحاجات المهمة جدا بالليل، البيض، الفول. حتى ناس ممكن تاكل فول بالليل، فول بس بكمية قليلة عشان سيادتك تنام، تنام مرتاح. عشان ما يبقاش الهضم صعب. بالظبط. بيض مسلوق اوكي بالليل. مفيش أدنى الزبادي. مشكلة. الزبادي من الحاجات المهمة جدا عشان البكتيريا النافعة. كل ده كان مهم جدا. كل المشروبات بقى، الجنزبيل واليانسون والنعناع والحاجات دي، طالما ما عنديش مشكلة عضوية تمنعني من ان انا اتعامل مع حاجة مثلا زي مريض الضغط العالي او فانت كل المشروبات بالنسبة لك متاحة طالما بدون سكر. لو فيها سكر فهنتحفظ شويه لان ده هنخرج بقى من الشتاء. طب المسليات اللي الناس بتاكلها، مكسرات بقى ولب وسوداني، اللي هي نروح المقله فنشتري حاجات كتيره قوي ونقعد بقى في الدفا يعني. انا لو قلت الرقم اللي الناس ممكن تبقى جسمك محتاجه الناس هتتصدم، هو 50 جرام قد قبضه ايد. يعني شويه قد كده. ايوه اقفل ايدك عليهم، ما تفتحش شويه كده وخلاص. اقفل ايدك عليهم. 50 جرام ده هيبقى كفايه جدا. للاسف الناس زي ما قلت لك لو انا قاعد بتفرج على تلفزيون فالمخ مشغول في حاجه فانت هتضطر تاكل كميه كبيره وانت مش حاسس. لكن لو انت بتتعامل مع الاكل كقيمه غذائيه، وده فعلا ده اللي بيحصل دلوقتي، انت حياتك صحتك هتعيش، لا قدر الله في سوء تغذيه هتعاني وهتبقى فيه مشكله. دي الجمله كبيرة اللي انا هختم بيها. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وان شاء الله نتدفى بكل الحاجات، وعندنا خضار حلو في مصر وفاكهه. دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وخلص وقتنا في التاسعه، لكن احنا مكملين معاكم ان شاء الله، نلتقي غدا مع موضوعات جديده. يا رب دايما نكون بنحاول نقدم لكم اللي بيفيدكم، وبنحاول دايما ان احنا نحاول نساعد كده وناخد بعض الموضوعات اللي تستمتعوا بيها وانتم دايما موجودين ومتابعين معنا التاسعة. اشكركم ونلقاكم غدا باذن الله. تصبحوا على الف خير.